طعنة الغريب تجرح، طعنة القريب تذبح جوا الروح تنام. كل مين بقصره بيفعل، بس المنحب تشرفنا. مالنا غنى يا عابد افندي، بس مثل ما بتعرفوا والله قصة ابني شالشتني شلش. طيب يا اخي احكي، طلب مساعدة، كنا جبنا لك احسن اطباء الفرنسيين يشرفوا على حالة ابنك. هو الحكيم قالنا انه ان شاء الله رح يتحسن، يعني واذا احتجنا لشيء اكيد رح نجي لكم. المهم هلا ما قلت لي ليش ما اشتكيت على شركاء سعيد المرادي بحادثة ابنك ودكيته لأبو عرب بالسجن؟ لا لا، هي الشغلة تركها علي، أنا رح أعرف كيف أتصرف معهم. إيه إذا هيك حابب شي تاني، بس أهم شي هلأ يتعافى ابنك حتى نعود نرجع نبلش شغل ونصفي حساباتنا. إن شاء الله إن شاء الله. لسه بدنا نتأكد لك شيخي، لسه بدنا نتأكد. شعود يا أبو عرب عنده تلسانه، هو اللي موصل له خبر لأبو جابير. هو الله يخزي الشيطان، الله يخزي الشيطان ولا يتوهنا رأيه. عزيزي أنا بالكلب أعوج أعوج، حطوه الآن 40 سنة وظل أعوج، هذا دياب ما منه رجع، ما منه رجع. شو طالب إذا نعمل؟ هذا اللي صار. إذا أبو جابير فكرني على سكتله بيكون غلطان، غلطان كثير، الشغلة مرعت أمره هيك. ما بدنا ننسى إنه جابر مخطر هلا، وجايز أبو جابر اشتكي علينا. والله مو ناقص غير هيك. يروح سيدي يشتكي علينا ويسرق لنا كمان اذا بيقدر يروح. الشيخ بدري قصده انه نهدي شوي لبي ما يتحسن جابر. حدا مكرتعني غير جابر، انا حدا مكرتعني غيره.
والله ما حدا كاسر بيطاري غيرش هذولي والله. شو رجلي؟ عم يقولوا انه وضع جابر ما بيطمن يا عمي ابو عرب. ليش؟ بوسيدا حاج عزبني والله ما عزبني، انا حكيت لك كل شيء وعارف كل شيء سيدي، كل شيء والله كل شيء. مشان هيك رح ناخذك على الاعدام، جهز لي حالك وتشاهد على روحك. شو؟ سيدي شو هذا؟ شو هذا؟ ماني عارف، الله وكيلك والله ولا شيء. شبك شدي لي حالك؟ عم بمزح معك، افراج. الله يسامحك يا سيدي على المزحه. لا تحرق يا ابني. الله يسامحك على المزحه، الله يسامحك على المزحه. اطلع احسن ما خليك كمان شوي. لا 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 يا رشدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يلا خلص اخذتك شوي عم بخليل. والله وبلشت تشتغل يا خليل ومزبط أمورك كمان وصار عندك طنبور وما حدا قدك، الظاهر إنك رح تضلك حوبي كل حياتك ومالي غيرك تضحك عليه. اشتغل اشتغل وجمع مصاري على راحتك، مرجوعك لعندي. هات كاسة شاي يا نوري. ليش هيك تأخر؟ معقول يكونوا دهوا براسه وفتلوا له أعلاته؟ لا لا مستحيل، أنا معبيت له راسه على الآخر. يا الله يخلصني منكم على أهون سباق. تفضلي بديعة. شرفي. ليك شفتي شلون أم جابر قلعت أم عرب؟ والله لو ما شفت بعيني كنت قلت إنه القصة كذب. بس بيني وبينك إيه ما بتفوت بالراس إنه أبو عرب ورق واصهر جابر. اي والله معك حق، بس شو مصلحة بيت ابو جابر تبلوا ابو عرب لو ما كان هو السبب؟ ما بعرف. تعرفي احسن شيء قوم ساوي فنجانين قهوة مشان تحكي لي شو صار بقصة درتك ويدات. جاي معك بنحكي ونحن عم نساوي قهوة. تعال. كيفك اليوم؟ الحمد لله. اكلت؟ يعطيك العافية يا اخي. اهلين عايشة، ليش ما اكلت؟ ما رضيت ياكل تجي انت. شو هالحكي هذا؟ إذا بتأخر لا تستنوني، عم تسمعوا بتاكلوا. يلا اخي غسل ايديك وبيكون الاكل جاهز. يلا استعجلي بس. اهلين وسهلين. والله ضل بالي عندكم، طمني شو الاخبار؟ لك هون على الباب بدنا نحكي. لا تواخذني كرمال الله، شرف شرف تفضل شرف. يلا خدي الطريق. يلا يلا تفضل تفضل. يلا يلا شو الاخبار بالحاره يا فواز؟ اول شيء يا سيدي الجامع بيقولوا انه جابر ابن الزعيم وضعه خطر. شو هالحكي؟ معناها الله يستر. الاهم من هيك يا سيدي انه الخلايا عم يقولوا انه ابو عرب هو اللي دافع سعيد المرادي عن الفعله. الله اكبر، معقول ابو عرب يتورط بهالشيء؟ والله يا سيدي هيك الخلايا عم يقولوا. طب نحن لما سالنا ابو جابر ليش ما افصح عن هالشيء؟ ليش؟ علمي علمك يا سيدي، نحن ما لازم نتصرف بشيء هلا؟ نحن ما بنقدر نتصرف الا اذا ابو جابر تقدم بشكوى نظاميه. روح شوف شغلك روح. امرك سيدي. بما انه رجال بالحارة مشغولين بيس الجابر، نحن لازم نستغل الوقت هاد ونعرف شو بدنا نسوي. اكيد يا ابي اكيد. لازم نعرف وين رجب والخدامة ونجيبهم صغيرين زليلين وندفعهم المصاري وندفرهم ولا مين شاف ولا مين دري. ما رح يمكن ولا حد مليار حتى يتم هذا الشيء. اخ اخ شوفت عينكم اللي صار ادلي حيلي
وروح الحيلة والفتيلة. يا بي كل شيء رح يتعوض بإذن الله. بيت السردار كل عمره الأسياد الشهور، ولازم نرجع عزنا وشغلنا يا بي. إن شاء الله يا بي إن شاء الله. بتفوا الحارات كلها، تعطوا أوصافهم لكل المخاتير، لازم نوصل للأردن بأي طريقة من الطرق. اعتبره صار يا بي، اعتبره صار. إن شاء الله إن شاء الله. يا حيف يا باطل، يا حيف يا باطل. رحمة الله عليك يا سعيد، رحمة الله عليك. عجبا غير صلاة أرضى عجبك. أي سعيد راح رحمة الله يعني شلون راح والله. لأبو جابر أبو طير الله يشفيه، وأبو جابر ذاك الوحيد. كل شيء متوقع أسمعه إلا الخبرية هي. سيدي الحمد لله هذا اللي صار، الحمد لله لكل شيء. الواحد ما بيصير يحكي طريق كله من أفاديه. بس والله يكون حالي حالي أنا حالي أنا مثل واحد عاطل وسرسري مثله. طول بالك أبو عرب، طول بالك، ما بعد الضيق إلا الفرج بإذن الله. إن شاء الله. بس جيت إني أسكت؟ لا والله ما راح أسكت. كأنه في بالك شيء؟ في بالي طبخة، بس عمال استوى براسي إذن، عمال استوى. نورني. كل شيء وقتها حلوة برضه، خليها لوقتها أحسن، خليها لوقتها. عن إذنك لحتى أجيب الشاي. قول أنا. خير يا رجال، صاير شيء؟ والله مو خبرية يا بنت الحلال. شوفي سعيد أعطاكي عمره. شو؟ لا لا أمتي عليك يا ربا، ما لحقت تتهنى بجوازتها. شو بدنا نعمل؟ هذا اللي كاتبه ربك. حسبي الله ونعم الوكيل. خليني هلا فوت لعند الرجال وبس يروح منحكي. حسبي الله ونعم الوكيل. سعاد يا ام سعاد. اي عم تعال، واصلي مشوار مالي متاخره، ديري بالك على اخوك جابر بغيابي. سارة ما بتفوت لعنده؟ اوعيك. ها لا ايو، معقول يامو؟ الله يطعمك تغلطي، ببلبس عيونك. ها خلص يامو خلص، روحي انتي ما تاكلي هم. رح يضرك الراس والعينتين؟ يعني ما بده يزوق على حاله بقى؟ والله هيك شكله يا زعيم. أنا الضحية لازم يجي خبرك بكل شي صار. العم على العالم. لك شو هالعالم هي؟ ما بيكفي الشي اللي صار مع جابر؟ لسه بيطول ويقصر قدامنا؟ فشروا زعيم، فشروا يعلموا على صرمايتك. وينك؟ بدي الشيخ بدري يبعد عن أبو عرب، وهي بتدبرها بمعرفتك. شلون بدي دبرها بمعرفتي زعيم؟ لك شو بقى؟ بدي إياك تنطها على الطاير، ولا أنا مجوزك بنت ابنه هيك على الفاضي؟ أيوه. يمكن فهمت عليك زعيم. لا ما فهمت علي، انا رح فهمك اياها بالقلم نشرح. عم بسمعك زعيم. دخيلك يا ام محجوب، داخلي على الله وعليك. ابني جابر بدي صحته ترجع مثل الاول واحسن باذن الله. اخواتي بيقولوا لك حطي ايديك ورجليك بمي بارده. الله يبشرك بالخير الهي يا رب. امسكي الحجاب من ايدي وفي الشفاء والعافيه باذن الله لابنك جابر. الله يسمع منك يا رب. بتحطيه تحت فرشته وكام يوم بيكونوا معافى بإذن الله. وينك؟ إليك عندي حلوان كبير إذا ابني جابر رجعت له صحته. خيرك سابق يا عم جابر. شو ابن عمي؟ شايفة جاية لحالك، وينهم؟ شو في؟ شو في؟ اللي صار لا على البال ولا على الطاقة. ليش شو صار؟ سعيد انقتل. يا شلون؟ مثل ما سمعتي. حسبي الله ونعم الوكيل. مشان هيك دكي ملايتك وروحي على العصرية، مو حلوة ما تكوني موجودة. يا يعني ضرورية روحتي بعد ما وصلنا لهالمواصيل؟ وسؤال فيها سيرة بقى، خلاص
ماشي، ما رح اكسر لك كلمتك مشان تعرف انا ماني مثل رباب وفريزه. اصبح عملي اللي عمل لك عليه. رحمة سعيد ينقتل. مشان الله يا سعادة تساعديني، والله أنا مالي ذنب بكل شيء عم يصير. لك والله بعرف، بس إني ملتاع قلبها من قصة جابر ومعصبة كتير. معليش طولي بالك. ليش أنا مو رح يطق قلبي عليه؟ سعاد جابر جوزي وأبو ابني اللي بده يجي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص لا تاكلي هم، أنا بحكي مع أمي، هي قلبها طيب بتروق بسرعة. والله ناطف قلبي على ما أشوفه. خلصنا بقى، والله قطعتي لي قلبي. ليكي بس نادي لك تحفوتي لعنده. الله يجبر بخاطرك يا رب، والله هالمعروف ما رح انسى لك يا كل حياتي. لك خلصنا بقى، نحن اخوات لك سارة. شبك يا رب يا رب. ان شاء الله العمر لكم يا جماعة، بس هذا اللي كاتبه ربنا، ولا اعتراض على حكمه بعد اسمه. اسلم عمرك امرأة. يا ويلي يا ويلي على شبابك يا سعيد. ما بجوز من الله تعملي بحالك هيك يا رباب، شدي حيلك الله يرضى عليك. والله اللي صار هدلي حيلي، بس لا اعتراض على حكمك يا رب العالمين، لا اعتراض على حكمك. لا اله الا الله. بزمتي زعلت عليه من جوات قلبي، بس شو بدنا نعمل؟ المكتوب ما في منه مهروب. الحمد لله على كل حال. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وهي خلصنا منك يا سعيد. ايه الله كبير بياخد لي حقي. جابر انصلب لحمة ابني. جابر شحمه ولحمه. الحمد لله على السلامة يا عمي. الله يسلمك، شو مكانك؟ مالك فرحانة انك شفتيني؟ لك احكي شو في وليش لك لابسة اسود واسود؟ فوتي دمي ها؟ سعيد، سعيد يا زينب. شو بو سعيد؟ انقتل سعيد. لك شو عم تحكي؟ راح الغالي يا زينب راح. عمو لحالي؟ ولا غير الكاميرا الشخص ليش طلعوني اخذوا سبيلي هلا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مد ايدك يا مو. شو بك يا مو؟ مو على بعضك شبه؟ ما في شيء يا مو، ما في شيء. لتكون متضايق يا عمو روحي سعاد على بيت اهلها. لا يا عمو، بس يعني اقل منها واقف مع الجماعه بهيك قصه. نسيتي قديش كانوا مناح معنا؟ لك عن شو في يا عمو؟ فاير قلبي على جابر، كلام الحكيم ما بيطمن ابنه. يو يو ولي على طولي؟ شو يعني؟ ما لنا غير نمده بالدعاء، عسى رب العالمين يشفيه. الله يشفيه ويعافيه يا رب، والله الشاب كثير ادمي ما بيستاهل الا كل خير. ايه والله، الله يشفيه. بس معقول يكون ابو عرب ورق واصل لك ابني؟ معقول؟ والله ما عم تفوت براسي القصه يا مو، وهالشيء واغوشني وقهرني بزياده. والله معك حق. حسبي الله ونعم الوكيل. انت كمل اكلك يا مو، وان شاء الله ما بصير الك الخير، كمل اكلك تقبرني. يلا. ان شاء الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. عم اقول اذا متضايقه ومطوشه بالمعزين، باخذ انا رضا لعندي لبين ما تهدي شوي. لا تقبريني، ما بدي حسبك. يو هلا هاد عزاء؟ لك هذا رضا يقبر قلبي. والله اذا قعد على راسي ما بتضايق. دخيل عينك، اذا حابه تاخذيه خذي، والله انت بتتأمني هالروح. هادي ان شاء الله بتقبر قلبي، اللهم صلي على النبي. يا روحي انا يعني. بعد الشر عن قلبك. حبيبي حبيبي تروح لعندي؟ تقبر قلبي يا عمري انت، دخيل قلبك. عم رضا
إذا بيعذبك بتبعتي لي يا دغري، مو تستحي مني. ما رح يعذبني بإذن الله. لا طول يا خي. إيه حبيبي ما رح طول، خلص من هونك وجي دغري. إيه؟ الله معك خير. دير بالك حالك. مع السلامة. مرحبا. أهلين. هون بيت الخياطة عايشة؟ بلا هون. كيف تفضل يا خانم؟ زيد فضلك. تفضل يا خانم. يا عايشة يا عايشة. أهلا وسهلا. بالمهم أنا أسيرة إيفة، دلوني عليكي وقالوا إنك أحسن خياطة بكل الساروجة. شرفتينا يا خانم، ان شاء الله يكون عم احسن ظنك. تفضلي تفضلي. شرفي. زين فضلك. تفضلي. اسمعي يا عائشة، بدي منك تعملي لي كم تفصيله يطيروا ضمانات لحقلها. يا مو تكرم عينك يا خانم، بس بدي اعرف بدي اجيب لك القماش ولا انت من عندك؟ لا لا ماش من عندي، عندي كم قماش جايب لي اياهم جوزي هدايا من سفراته، بس اجي المره الجايه بجيب لك اياهم معي. ايه شو عليه؟ وإذا بدك كمان قماش أنا بتسوق لك ياهن وبجيب لك كلاف إلهم. ايه بدي أعزبك، بس بدي إياكي تستعجلي لي فيهن لأن الأسبوع الجاي عندي كم مناسبة ولازم ألبس تفصيلة جديدة. لا تاكلي هم بنوب يا خانم، وأنا هلا رح ساوي قهوة مشان آخذ لك إياس ونبلش دغري. بتكوني فضلتي على راسي. لا يوه العفو، فضلي على حالي. يلا عن إذنك. شو رحتي لعم جابر شو عيد عليه؟ رحت؟ يا ريتني ما رحت، انسن بدني ورجعت. ليش شو صاير؟ قلعوني يا ابو عرب، قلعوني. شو عم تحكي انتي؟ لهون موصلي معه؟ والله ام جابر سمعتني كلام، لا بينزل الميزان ولا ببا كمان. شو قالت لك قادر اشوف؟ قال انت ورق واص جابر، وقال هن ما رح يسكتوا. ما رح يسكتوا؟ والله أنا اللي ما رح اسكت بقى، أنا اللي ما رح اسكت. إذا معي عم تحكي هيك، فشلون عم تحكي مع سارة؟ ولي على قلبي، بتكون مبخشت لها بدن على الطاعة والنازلة. خلص، استويت. مع أبو جابر استويت خلص، ولازم حلي، وعندي، والله عندي والله. قبل ما تعمل شيء ابن عمي، بوس إيدك، هدي مع أبو جابر. بنتنا عندهم، يعني روحنا بين إيديهم. وهيك بكون اخذنا الياس. الله يهنيك يا خانم على هالجسم الخطر، ما شاء الله ما يبلى. الله يهني يا حق. يا عليك يا عايش على الحكيات الحلوه. يا الله يجبر بخاطرك. صحي لك عايشه، مين هذا اللي يفتح لي الباب؟ ابنك شي؟ لا يو، هذا اخي وديع ان شاء الله يقبر قلبي. ليش مبين علي اني متجوزه؟ لا يو، شلون مبين عليكي متجوزه؟ لا ابدا مو مبين عليكي، ما شاء الله عنك. مشان هيك عم بسالك، معقول يكون عندك ابن بهالعمر؟ يا الله يخلي لي اياكي يا حق. كلك عايشة هاي دفع على الحساب. لا خانم لسه ما بلشت شغل. مشان تشتغلي من قلب ورب وتنزلي تجيبي الكلاف وتسخي، ها اسخي قد ما بتقدري. بدي اياكي تعملي تفصيلة يحكي فيها الكل. اي مو تكرم عينك انا. اي امسكي. الله يعوضك كل قرشة بعشرة يا رب. تسلمي لي يا رب. ابو عرب. ايه سيدي ابو عرب، شوف ابو جابر، انا جاي كلمتي. خرجوا كفو تسمعوا لما لك كفو. ليش بعد الشيء اللي عملته مع ابني جابر بيل الكلام مطرح يا ابو عرب؟ في مين قال ما في؟ انت بتعرف انه ابنك جابر برات الضرب، يعني لا دخله ولا خرجه. لك مو انت اعتديت على بيتي ولا مفكر حرمة البيوت من سكت عنا؟ والله اللي بسمعك عم تقول هالحكي بيصدق. ولا ذا ابو جابر لا قتل ولا سلب ولا نهب ولا سوى شيء بنوب بنوب. هذا الكلام مردود عليك عمي. بعدين وين الدليل؟ اذا في عندك دليل انا بقعد تحت الحق. الدليل جاي وحياه عينك جاي. شوف ابو جابر، ما في شجره وصلت ربها. شو علي؟ طالع شو مخبي لك ابو عرب؟ طالع من الاخر لك ابو جابر، بنتي وابنك جابر خليهم برات الضرب أحسن. وينك؟ أنا مطالع بنتك برات الضرب لأنه نحن منعاملها بأصلنا يا بي. بركة فيك ما شاء الله حولك، البنت اللاتينية عند منك عند جوزها هو لبيتك يعني ومحبوسي،
وإذا بصير عمي أشي أنت بتعرف لك أبو جابير ومو آخر عمرنا نقعد عم نرجع على الحريم. لك مو أبو جابر اللي بياخد حدا بجراير حدا واللي فيه مسلة بتنخزه. شغلي لنشوف أبو جابر لنشوف. لك لو بدي إزيك كنت دكيتك بالحبوس من زمان. ليك التهمة واضحة يا بي، مو أنت حرضت على قواصه لابني بس ماشي الحال، كل شي بوقته حلو. أحمد ما عندك اطبخه لك أبو جابر وعلى ميت مهلك عود رستي وخطط وفكر وساوي اللي بيحلالك. شو بيحلالك شو بيطلع معك ساوي. أنا معك ولاطي لك وصحي لك والأيام جاي وفضيحتك عندي بقربي. والله لا أنشر فضيحتك على بيرك على بيرك. السلام عليكم. أبي شرف يا أبي شرف. كيف أبو جابر؟ يلا يلا خذوا طريق. يلا يلا السلام عليكم. السلام شرف يا أبي شرف. شرف يا أبي شرف. الله يزيدك شرف يا أبو جابر. السلام عليكم. أبو جابر أبو جابر شو بده رئيس الكراكون؟ بعدين بلي. وأبو عرب شو جابوا لعنا؟ ما بيكفي العمايل اللي سواها؟ لك قلنا لك خلص هلا بحكي لك كل شيء. شو بكي؟ أمرك. ليش هيك عم يصير يا ربي؟ أبي ينتهم بقواس جابر وأمي تتقلع من هون، وعمي أبو جابر وصلانة بينه وبين أبي للشيطان الرجيم. لك شو عم بيصير يا رب؟ ميت أهلين وسهلين براهب أفندي. نورتنا عمي. بالمهلي يا أبو جابر. طمني إن شاء الله تحسن جابر. والله حاطين عيننا بعين رب العالمين، بلكي الله بيوقف معه. ونعم بالله يا أبو جابر. على كل حال أي شيء بتحتاجه أنا بالخدمة يا أبو جابر. كفو، والله بعرفك ما بتقصر. وصلتني أخبار بالحارة بأنه أبو عرب ورا حادثة ابنك يا أبو جابر. مزبوط هالحكي؟ ايه مزبوط مزبوط. انا هذا اللي شالشني وزايد لي همي انه تجيني الضربة من اقرب الناس الي. معناته لازم نتصرف فورا ونجيب ابو عرب ياكل نصيبه. لا لا ما في داعي ما في داعي. وليش؟ الك علي خليه يعترف مثل ما بدك وزيادة. اترك هالشر علي، انا رح صفي حسابي معه. ومعلومك انت انه هو يعني عمه لابني ومو حلو اني شرشحه قدام الخلايق. إذا هيك أنت شايف نحن بالخدمة، وبس تغير رأيك نحن جاهزين وتحت الطلب. بارك الله فيك، والله بعرف إنك ما بتقصر بنوب. تفضل ابن عمي الغدا جاهز. والله مالي نفس لشيء. والله ما بصير اللي عم تعمله بحالك. لك شلون بده يجيني نفس ولا قاعد بالبيت على الطول بطال مثل الحرمات فرشكل. طول بالك إلا ما تفرش. شلون يعني بده تفرش؟ حفي الصبح لاقي مصاري تحت المخدة مثلا، ولا ان الانرجية عم تنقط لي مصاري. لك حتى القرشين اللي كانوا معنا صرفناهم. يعني عم بقول لحالي ليش ما بتروح وبتفتح الدكان وبنسترزق؟ ما خلصنا من هالديباجة لسه. كم مية مرة صرت قايل لك انا ما بنزل، لا بخلي حدا يشوفني ولا بشوف حدا وانا بالمنظر. مثل ما بدك ابن عمي، بس انت روق الا ما نلاقي حل لهالقصة. وليك القصر بداية شو صار معه؟ لساتها راكبه راسها ومعنده. يعني خلص بدها تطلق؟ عم بقول ابن عمي شو رايك نعطيها شويه وقت مشان تفكر وتشاور حالها؟ من بكره على بكره بتروحي لعندها وبتحسبي لها السيره بنوب. حاضر ابن عمي، بس كرمال الله تاكل. بتعرفي لك وديان بعد ما جربت غيرك عرفت قيمتي. لك كبر شأنك كثير كثير عني. لك بامرك، لك حتى لو كان سم بدي اكل معك. بدي يا عمي. الله يخلي لي اياك. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي على طولي، لك شلون بدك تروحي على بيت اهلك؟ بلكي اموك يعمل له شيء كاينه. قاطعك الهم. انا والله لو تجي لي ما كنت بتركك ابدا، بس بعد ما طلع زينه بالسلامه ما حلو ابدا اني ضل عندكم. حسبي الله ونعم الوكيل، وين كنا وين صرنا. المهم هلا انا في براسي ديباجي مشان اذا حدا سالك اوعى تغلطي.
شو هي؟ أنا رح أقول قدام أبي إني فايتة بالهدة لأنه سعيد الله يرحمه تجوزني رسمي. يو ليش بقى؟ قلبي عمي قال لي إنه خالتي وصال مو تاركتني بحالي، رح ترجع لموال جوازتي، بدها تخلص مني بأي طريقة. أما هيك بقدر ما أطلي شوي. إذا هيك معك حق، شو ما بدك أنا بعمل. يا مرباب مشان الله أبوك عم يستنانا برا بسرعة. يلا يا أمو خلصت لبسي جاي وراكي. يلا تقبريني بسرعة. تقبريني. تيجي بارك حالي. صحي ابن عمي، بما أنك ضليت مدة الفيل عند عمي أبو عرب، أنت شو رأيك؟ ليش أنا شفته للجماعة غير يوم واحد؟ بس ما بظن عمي أبو عرب يعمل هيك عملة، خصوصاً إنه عنده جابر بالدنيا بكل الحالة بتعرف. إيه لكن يا أمو لكن، الصهر بمعزة الابن. بعرف مرت عمي، أنا أحب على قلبي طيب جابر ويرجع عمي أبو عرب وأبي مثل السمنة والعسل. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. تعي تعي انت يا وين فايتين على غرفة هون؟ إذا مفكرين إنه رح مرق لكم إياها بتكونوا غلطانين، وغلطانين كثير كمان. طول بالك يا رجال، بكفيها اللي صار معها؟ أساساً ما نزع ترباية البنت غير حضرتك يا فريزي خانو، ومثل ما بيقول المثل الترم الأعوج من الترم الكبير. طول بالك تقبرني، لا تهز بدنك. بتنقبري بغرفة أمي، لا فوتة ولا طلعة، وروح على هنيك ما في، لأنه زيني رجع وصار غريب، بتنقبري جوا هون، فهمتي؟ يا مو ليش هيك عم يصير معي؟ ليش هيك عم يصير يا ربي؟ لك الله يصلحك ويهديك أنت الثانية، لو ما هربتي ما كنا وصلنا لها مواصيل. يلي هربت كرمال وراح، راح واخذ معه كل الشغلات الحلوة اللي كنت ناطرتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يا سعيد. الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب. تعريف والله ماني عاطيه فرحتي لحدا لانك بلشت تشتغل. وحياه عيونك يا ما، وحياه عيونك لحتى بيض لك وشك، وباذن الله راح اعوضك عن كل ايام الماضي. لك روح ربي يرضى عليك، انا شو بدي غير انك تمشي امورك. امسكي هدول يا ما، حطيهم على جنب مشان جمع حق البيت ورجع لوداد ذهباتها. لك الله يرزقك، روح الهي بتمسك التراب بيقلب بين ايديك ذهب يا حق. صحيح يا ما، وين وداد؟ بقطتها لك امي، كل حين ومين لحتى تطلع. ليش؟ صار شي مشان قصة زكور؟ متنحة، بدها تتطلق، اختك راكبة راسها. وقت قلت لكم هالجازة كلها ما بدنا اياها كلكم قمتوا ضدي. شو بدنا نعمل لك امي؟ هيك كاتب رب العالمين. يعني حلو هلا قدام العالم بعد ما صار لها فترة متجوزة تتطلق دغري؟ كرمال الله لا تزيد على قلبي، والله مو ناقصني. مد ايدك تقبرني. اسمعي يا بنت الحلال. خير ابن عمي. انت حابة تعيش معي على الحلوة المرة ولا لا؟ يا شو هالسؤال هذا؟ طبعا حابة اعيش معك. ايه بس فعايلك وفعايل جدي بتقول غير هذا الحكي. ليش شو عم يساوي جدي؟ والله ما بعرف شو عم يساوي. حامل السلم بالعرض وماشي لي ورا ابو عرب، وانا هذا الشيء ما بيمشي معي بنوب. بس يا دياب. هلا لا تبسبسي، تركيني عم بحكي، خليني كمل. كمل. انا زلمة شوري من راسي. يعني ما خرج حدا يقول لي اعمل هيك ولا تعمل هيك، انا زلمه بعرف اتصرف قد بلد بحالها. بعرف هذا الشيء. وهي انا حذرتك. يعني عملت باصلي. بس قسما عظما. اذا جدك بيعمل هيك ولا هيك وبيضل حاطط نقار وننقاري، لحتى زتك بخلقته ويروح يبلط الزرقاء. طول بالك وما بصير غير مثل ما بدك. لنشوف. هي انا حذرتك وفهمتك. فهمتك ولا ما فهمتك؟ فهمتي؟ فهمت. هلا بمد ايدي. صبي الشاي. وبكل عين جقرة جاي لهون عم يهدد ويتوعد كمان. اهدي وروقي يا بنت الحلال. والله والله لاني هدياني ولاني مروقة لحتى طلقها من ابني، وزتها بخلقة ابوها خليها تقعد بوشه هيك مثل قفة الهم. حسبي الله ونعم الوكيل. اسمعي شو بدي اقول لك وبعدين اعملي ما بدالك. قول يا ابو جابر. انا ما عندي مانع نطلقها للبنت، بس الظاهر في شغله فايدتك وما انك منتبهتي لها. شو هي؟ ساره حبلي، يعني في بطنها ابن ابننا جابر. ايه والمعنى؟
بالمعنى انه نحن ما بنخلي خلفتنا بين ايديهم. ايوه، عشكان اجا ولد بيكون هذا بده يحمل اسمنا، عشكان اجت بنت هي بتحمل شرفنا وعرضنا. فهمتي علي؟ ايوه. وبدك يعني اسكت؟ انت تركيني اتصرف وما عليكي بالباقي. ماشي يا ابو جابر، انت بتقبض. بعدين نحن هيك رح نحرق له قلبه لابو عرب، لانه بنته عنا وتحت رحمتنا. ولا انا غلطان؟ محشوم، اعوذ بالله، شو تغلط؟ قولي هالعيون امك، الولد عم يقلي قلي. امي قومي جيبي له كمادات مي بارده دغري. يلا يلا على حالك. حركيني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا هذا انت دياب بسيطه جاي حسابكم انت ومعلمك ابو جابر على كل شيء عملته. يا بحيبا يا رب التفاح، اجى العصفور ليتوضا شاف رضا الفضه قال له يا امي تعالي، قال له يا ابني تعاكم. يا عمي مساء الخير. مساء النور. اهلين ابن عمي. بسم الله ما شاء الله. مين الولد هاد؟ شو ما عرفته؟ هذا رضا ابن زينو. ايوه ما شاء الله عليه ما شاء الله. قوم حبيبي قوم سلم على عمك ابو رضا. طيب ما عرفت، ليش جايبتي معك؟ قلت لحالي جماعة مطوشين ومسكينة أمه تعبانة وفارطة، مو خرجت تقوم فيه وهي بهالحالة. إذا هيك الله يجزيك الخير. هالولد له غلاوة غير شكل بقلبي. بذكرني برضا الله يرحمه. الله يرحمك يا رضا. الله يرحمك. اسكتي. تكبر قلبي. علي جيري ما لي ساعه عم حلق. بكل الشاغوش، عن هيك الشاغوش لا ما لي ساعه انا. طلع البنت ولا بسأل لها بخليها تحت رحمته ساعة واحدة انا. ايش كان حكوا ولع وناح وناح فكر رح خاف يعني رح كش رح يقب بدني يعني. والله ما لي ساكت له والله. طول بالك يا رجال، شو الطلاق كنت بتتم؟ بعدين جابر لساته بالفرشه، مو وقته هالحكي النوم. لك شو عم يفهم هو؟ عم يفهم الحكي هو، عم يفهم، عم يستوعب، عامل لي فيها ارض اشتدي وعد قدي. يا رجال انت استهدي بالرحمن وهدي شوي، والله موجود بيعاقب الظالم وبينصف المظلوم. اذا هي اذا عم تلمحيني اسكت على القصه على جستي. أين الآخر؟ فهمتي؟